هذا الضابط شك في سلوك فتاة، وعندما اقترب منها كانت المفاجأة. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. بدأت الواقعة الأحد أثناء متابعة الخدمات الأمنية المعينة على كاميرات المراقبة بمحطة مترو الشهداء بقسم شرطة ثالث مترو الأنفاق. لاحظوا جلوس فتاة على رصيف المحطة فترة طويلة ومرور عدد من القطارات دون استقلالها أي قطار، وعند قدوم القطار تفحص وتنظر داخل الممر الخاص للسيدات دون الصعود. أبلغت الشرطة ضابط مباحث بالمحطة وشاهد عبر كاميرات المراقبة الموقف، ووجدوا عشرينية ترتدي ملابس حريمي مستخدمة أدوات التجميل بشكل مبالغ فيه، وتوجه إليها لفحصها لارتيابه من أمرها. بدأ الحوار معها بسؤالها عن سبب تواجدها وبياناتها الشخصية، غير أنه فوجئ بصوت أجش وغليظ، فواصل التحدث معها واصطحبها حتى وصل لمكتب الشرطة، فاستعان بالشرطة النسائية لفحصها وتفتيشها ذاتياً، إلا أنهن فوجئنا بأنها فتاة مزيفة وأنه شاب في زي نسائي. وأفصحت الفتاة عن اسمها وشخصيتها الحقيقية، وأقر بارتدائه للملابس الحريمي بقصد ركوب عربة السيدات للتحرش بهن، واعتياده لهذا التصرف بهذه الطريقة. وفحصت الشرطة هاتفه المحمول وعثرت على عدة صور له بأشكال وملابس مختلفة، وأمر مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة. Mm-hmm.